فتاوى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتوى علماء أهل السنة والجماعة. هل نحصل يا شيخ على ثواب مجالس الذكر ونحن نستمع للفتاوى وغيرها وذلك عبر الانترنت والوسائل الأخرى؟ نعم، إذا استمعت للذكر في مباشرة أو في وسائل الإعلام وبنية صالحة فأنت تؤجر على هذا وتستفيد أيضا، ولكن ما كل الفتاوى يستمع إليها إلا إذا كانت صادرة من أكفياء من أهل العلم وأهل الفقه وأهل الدين. وأما ما نهب ودب وفي المواقع وفي الفضائيات كل يفتي فهذا يتحفظ منه، غاية التحفظ. نعم. فتوى علماء أهل السنة والجماعة.